لا 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 كل هالشي بيصير عنكم وما ندرى بشي بنو. يعني ما سمعتوا شي؟ لا وهلا ربحي عندهم جار. اي نعم عندهم. ربي يحمي لشبابه شب مثل الوردة حبوه طيوب. بس رو ما عنكم شي جار. هلا انت جاي تسألنا ولا نحن جاي نستنطقك؟ انت بس جاوب على اسئلة الحكومة ولا شو شفت؟ وينك ولا بياخدوك على المخفر بيستنطقوك هنيك؟ ها وينك ابو عدل؟ خدو خدو واحدة. طولوا بالكم انستي، قصدي طولي بالك انسي، مال هالزوم كل هالعصبية؟ مالك شايفة شو عم يحكي؟ ما بده يجاوب على اسئلتك، اكيد بيعرف شي. انا طول عمري قاعد ببيتي، كافي خيري شري من الحيط للحيط والستر يا رب، لا بشاكل حدا، ولا حدا بشاكلني. قاعد ببيتك؟ اي والله كيكي، اي ما بيطلع صوصة من يومين على الدرج الا وبتكون عينك على عين الساحرة، بيكون طالع شوية الضو. بمر حدا بيصير عتمة. شو معناتها؟ معناتها انه حدا حط عينه على عين الساحرة. قالوا بيقول لك قاعد ببيتي وكافي الناس خيري وشري ولي على عيونك. طولي بالك انسي طولي بالك. يا استاذ عصبي خدا لجوا الله يستر. خليني اعرف حالك من شر كلمتين. فوتي اختي فوتي. عصبني لك فوتي اختي فوتي. وينك وينك؟ الحمدية تعال. من لما استلمت المخفر بحارتكم بشوف هيك جريمة. لا صار شيء ولا قاسين شيء. ودقيت على الجيران مثل ما شفتوا، ما حدا شافهم ولا حدا حس فيهم. كل اللي عملوا فتشوا البيت ونكتوا واخذوا ربحي معهم وراحوا، وعلى اساس يرجعوا يتصلوا. وصلن اخذينهم الساعه 2 لهلا. قد ايش صار الساعه؟ صارت الساعه 8. سيدي الساعه 8 ونص الا 5. 8 ونص الا 5، يعني زياده 25 دقيقه. نعم. من الساعه 2 ل 8 ونص الا 5، 6 ساعات و25 دقيقه وما اتصلوا. يعني فهمنا ابو عادل شو رح تعمل؟ مالك حتتصل بالمخفر وتقول لهم يبعثوا دوريات مشان يمسكوا كل المجرمين وتقرروا؟ طولي بالك علي انستي، ما في قدامنا غير ننتظر لينضربوا على قلبهم ويتصلوا. اي ما تتصل انت بالشرطه وتقول لهم يحطوا الخط تحت المراقبه مشان نعرف منين عم يحكوا ونروح نمسكهم؟ طولي بالك علي انستي، مو ليتصلوا بالاول؟ شكريه انا حاسس اول مره انك عم تتدخلي بشؤون غيرك. اتركي الحكومه تعمل اللي بدها اياه، هي ادرى بشغلها. نحن بدنا بس الله يبعث ربحي بالسلامه يا رب. ابو حمدي تركني احكي مع طالبي. هدول الشرطه طول عمرهم الواحد بينسرق لا بيمسكوا الحرامي ولا بيرجعوا له اللي انسرق منه. ما سمعت شو حكت لنا فاطمه بنت السيروان؟ رد سيدي. انا ما برد الا بوجود المحامي تبعي. سيدي ولك رد. هات لهون انا يلي برد. كلا سيدي لا تردي. الو شو عم تضحكوا علينا؟ ايه بس نحن كاشفينكم والله اذا بتعملوا شي بربحي. والله ما بتعرفوا شو بده يصير فيكم. انا ابو عادل تلميذي وما بيرد لي طلب. والله لا خلي يحطكم بالحبوس لا تخدخوا. انا بورجيكم بس. الو ايوه يا اخي حضرتكم مين طالبين؟ قصدي بيت مين بتكون؟ اي لا عيني لا انتوا غلطانين.
وانت شلون عم تصعب علي بالرجال مثل ام حبيه؟ النمره غلط. انت الثاني صدقته؟ هاي تمثيليه بيعملوها المجرمين؟ اسالني انا، انا اللي بعرف. وشلون بقى بتعرفي؟ اه شو اشتغلتي انت بالمباحث قبل ما انا اتجوزك؟ ولا هلا عم تشتغلي معهم وانا مالي دريان؟ لا مو هيك حبيبي، انت ما بتتابع المسلسلات، انا يلي بتابع المسلسلات وبعرف شلون بيتصرفوا المجرمين. ها هيك لك ايه طولوا باكل، هلا وقت من ارتو صهري. هذه اختي الله يرضى عليك. طيب اهدي وخلينا نفكر بربحي. الله لا يجيبك يا ربحي الا سالم مسلح سيدي اخي، ربحي الوسطاني المدلل. ما بدكم تردوا ما؟ عفوا عمتي هذا الباب سيدي مو التليفون. سيدي شو؟ يمكن عصابة ايه؟ جايبة جثة وشرفتها قدام الباب. قوم معلوم قوم لأنك سيدي ما بصير مشان ما بصير سيدي الله خفت كثير. ولي على عينهم الهي خوفوك مو اللي تقبرني. اهديت هلا؟ ايه احسن. شو هالطقس الرعبه هي؟ راحت الرعبه. يعني صار فيك تحكي لنا شو صار معك؟ شبك ابو عادل؟ شبك؟ طول بالك علي، خليه ياخذ نفس. انا ياما صابر عليك لما كنت تلميذي. تقبرني جوعان؟ كثير جوعان عمتي كثير. ايه ما عاش الجوع يا جربو. شو رايك سخر لك شويه ملوخيه؟ عمتي ما في داعي تسخني له، هو بحبه بارد. ايه عمتي جوعان كثير جوعان. يا الله لا يوفقهم الهي، كانوا يطعموك. يا حصرتي اضرب انا خطيفه وجوع بتصير هي. بدي حم على الفصل. جيت تقبرني؟ اجيت يلا رح لقمك بايدي. على عيني على عيني على عيني. يلا افتح تمك لشوف. افتح تمك. اوه ايوه خو خو ايوه برافو عليك. خو تقبرني خو خو خو. هي شافت فجلي. ايوه يا حبيبي يا حبيبي. قول ان شاء الله الف هنا والف صحه ومطرح ما يسري بري. يلا هو هو. ايوه بس فيك تجاوبني وانت عم تاكل؟ ها شبك ابو حادث؟ شبك شو صار لك؟ استنى عليه شوي لبين ما يحط له لقمتين بتمه. يا اخي احسبه ما اجا، ليش استعجلت هالاستعجال هذا؟ تقبرني اغلي لك كاس الشاي. يلا وبعد ما نزلوني من هون ركبوني بسيارة كانت معهم. لحظة بدي افهم كيف نزلوك معهم؟ يعني شالوا عن وشهم؟ ماني مذكر ماني مذكر. ايه شالوا عن وشهم الجرابات. وانت ما اعترضت؟ يعني ما حاولت تعمل شيء؟ كيف بدي اعترض اذا كانوا حاطين سكينه بظهري؟ السكينه ولا المسدس؟ لا المسدس. وما حدا شافكم وانتم نازلين؟ ابدا ابدا ابدا. وركبت معهم بالسيارة تابع. وبعد ما ركبوني بهالسيارة ما شفت شي. طب شو لي عيوني؟ ومشت لك هالسيارة شي ساعة الزمن. قل شوي. وكيف قدرت الوقت؟ فهمت عليك. انا ساعتي بترن كل ساعة رني، فبعد ما طلعنا بشوي رنيت، وقبل ما نوصل بشوي رنيت. طيب ما بتعرف وين ودوك؟ ما قلت لك كانت عيوني مطمشة. تا
طيب ما سمعت شي صوت مميز تعرف وين انت؟ كتير. بعد ما طلعنا بشوي سمعت صوت ساعة التلفزيون. يعني مريتوا من ساحة الأمويين؟ ما بعرف، بس بعدها سمعت صوت شلال. يعني أخذوك عن طريق الربوة؟ ما بعرف. الطريق سمعت لك صوت سيارات وزمامير، بس بعدها كلها توقفت. وبعدها سمعت لك صوت شجر عم بيهزه الهواء. يعني دخلوك بشي بستان؟ ايه دخلنا يمكن. بعدين فوتوني على بيت وفتحوا لي عيوني. قلت لي كانوا ثلاثة؟ بلا ثلاثة. بعد ما فوتوني على البيت راح اثنين منهم وبقي واحد. طيب ما سمعتهم عم ينادوا لبعض بأسمائهم؟ اه ايه لا بس شفتهم. ايه شفتهم. يعني اذا ارجيناك صورهم ممكن تتعرف عليهم. اذا صور ايه. لا. وبعد ما تركوك مع واحد منهم تابع. قعد لك شوي وقام هو ليغلي الشاي. غلى الشاي وشربني وشعلك التلفزيون وتفرجنا عليه. وشو شفتوا؟ شفنا ابو عادل لسه على سؤالات وجوابات. اتركه يكمل السيرة. بعدين شو دخل اللي شافه بالتلفزيون بخطيفته؟ صحيح. شو دخل؟ شو دخل؟ دخل أنستي. دخل دخل. ما قلت لي شو شفتوا؟ ما بعرف. ما انتبهت. كنت مرعوب. بعدين كنت عم فكر طول الوقت كيف بدي اهرب. طيب شو صار بعدها؟ تابع. هيك شي ساعتين قام هداك تبع العصابة حمل حاله وفات على بيت المي. انت اكبر ادب سيدي. وتركك وحدك؟ ايه تركني. قمت حملت حالي وسنحبت من البيت. وشي انه حطيت رجلي برات البيت بلشت رقدت بين هالبساتين هيك لبين ما لقيت سيارة بيك اب وقدام المنا اتنين عم بيضحكوا والسيارة شغالة. طلعت بها السيارة وتسطحت فيها من ورا. وشيت انه مشت السيارة قلت فوري جات يا ربحي فوري جات. مشت هالسيارة بعدين وقفت هي. وقفت من هون وانا نزلت من هون حطيت ديلي بتمي ودغري لهون. الله يوفق على السحبي. شو؟ عم بحكي مع حالي سيدي عم قول ان شاء الله الله بنفذها سيدي. بس عرفت المنطقة اللي كانوا حابسينك فيها؟ لا ما عرفت. كيف بدي اعرف؟ ما شفت شي بنايات محلات بتعرفها وانت ماري بالسيارة؟ لا ما بعرف. ما شفت. مو انا تغطيت بالشادر تبع السيارة مشان هيك ما شفت. الحمد لله على السلامة. مرقيت. شو؟ سلامتك سيدي. رح اتركك ترتاح هلا. وبكره يا استاذ عزمي بتجيبه وبتجي على المخفر لنعرض عليه صور المجرمين المسجلين عنا. المخفر؟ بخاف على المخفر. عمتي بدهم ياخذوني على المخفر. عمتي لك يا ابو عادل ليش بتاخذه على المخفر؟ حرام. يعني فوق رعبته ترعبه مرة تانية؟ ليش ما تعرض عليه الصور هون؟ تكرمي أنستي تكرمي شانك على راسي على نافوخي نعرض له الصور هون. كيف بدك يا اختي؟ الله يسلمك. كتر خيرك والله ويطول لي عمرك تقبرني. اي والله. وينك اخي؟ نعم نعم. بدك يعني بعت عنكم بباب ما بيزعل ابو حمدي؟ مو هيك ابو حمدي؟ ايه ابو صحي. ايه اذا بكون ياك بعد خليك بعد بركدا لازمكم شيء. ايه لا اختي الله يعطيكم العافيه وكتر خيركم وعن شفناكم معنا ولا توخزونا. وانت ابو عادل لا توخزنا ولو هذا واجبنا. يلا عن اذنك. وينك؟ نعم. انا بكره الصبح رح اجي جيب معي الصور اعرضهم على ربحي. وينك اخي؟ نعم. الله يخليك دقر الباب منيح في امل هدول تبع العصابه يرجعوا لعنكم ينتقموا منكم لانه هرب ابنك ربحي. انسى كلا ما رح يرجعوا خلاص. لا بيرجعوا ما في كلا. طيب بيرجعوا اخي الاحتياط واجب.
واذا لزمك شيء انا اعطيتك رقم تليفوني بالبيت ورقم تليفوني بالمخفر، لا تتردد تتصل فيني ان شاء الله. وفينا كمان وفيهم. يلا خاطرك تقبرني. مع السلامه. الله مع السلامه. لا اله الا الله محمد رسول الله. تقبر الا شايف ابو عادل على كلمتين طلعوا. ها شايف بعينك؟ ما حدا قال لك شايف؟